أخبار اليوم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا مشاهدي بوابة أخبار اليوم. نشرة إخبارية يقرأها عليكم محمد عوض. أبدأها بالعناوين. السيسي يشيد بمواقف السعودية ومساندتها لمصر. ولي عهد أبو ظبي يصل القاهرة للقاء رئيس السيسي. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة بدء العمل المشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها. وزير التخطيط يشارك في مناقشة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالأمم المتحدة. الجامعة العربية تدين احتلال إسرائيل الجولان. الداخلية تكذب رويترز، لم نحتجز الرجيني قبل اختفائه وما يتردد هدفه النيل من مصر. تجد حبس أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاي بالرحاب 15 يوما على ذمة القضية. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بمواقف المملكة العربية السعودية المشرفة والمساندة لمصر وشعبها تحت القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الأمير التركي بن عبد العزيز بن عبد العزيز آل سعود الرئيس التنفيذي لمؤسسة خادم الحرمين الشريفين العالمية للأعمال الإنسانية في حضور السفير أحمد قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالأمير التركي بن عبد الله معربا عن اعتزاز مصر بزيارته التاريخية التي أجراها للقاهرة مؤخرا والتي ساهمت في دعم وتعزيز أواصر علاقات الأخوة والتعاون المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وصل مطار القاهرة الدولية اليوم الخميس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية قادم من الرياض في زيارة لمصر. يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماعا بحضور عدد كبير من الوزراء لمتابعة المشروعات التنموية التي تعمل عليها الحكومة وبدء إجراءات العمل في المشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها، وذلك بعد تقرير الحصر الذي وزعته الحكومة أمس على النواب بحصر كافة المشروعات المتوقفة والجاري تنفيذها وآليات تنفيذها. يلقي الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كلمة المجموعة العربية المشاركة في جلسة مناقشات رفيعة المستوى حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس. أدان البيان الختامي لجامعة الدول العربية عقب اجتماعها الطارئ اليوم الخميس حول التصعيد الإسرائيلي في هضبة الجولان. الاستيطان الإسرائيلي في الجولان والأراضي الفلسطينية ورفض كل ما تتخذه سلطات الاحتلال لتغيير الوضع الطبيعي والقانوني والديمغرافي للجولان. كذب مصدر بوزارة الداخلية ما نشرته وكالة رويترز أن الباحث الإيطالي جوليو ريجيني احتجزته الشرطة قبل اختفائه. وأكد المصدر أن الشرطة لم تضبط ريجيني ولم تحتجزه في أي موقع شرطية، وأن جميع ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات هدفها النيل من الأجهزة الأمنية بمصر وإضعاف مؤسسات الدولة. جددت محكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد مصطفى حبس المتهم السيد زينو عبد الرازق أمين الشرطة بنجد السلام المتهم بقتل عامل الشاي في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعدما أمر المستشار محمد عبد الشافي المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.